الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. كنا ذكرنا شيئا في القتل بدون تفصيل، فأريد أن أملي عليكم حتى تكتبوه ليكون محفوظا عندكم في تفاصيل الدية. اكتبوا لو سمحتوا في قتل الحر المسلم، في قتل الحر المسلم 100 بعير مثلثة في العمد. يعني إذا إنسان قتل إنسانا مسلما حرا وما طلب أهل القتيل القصاص، إنما أرادوا الدية، فهذه الدية تكون مثلثة، يعني تقسم إلى 3 أقسام. هذا في القتل العمد، إذا قتل عمدا إنسانا مسلما حرا، وأهل القتيل الورثة الذين هم يعني لهم أن يطالبوا بالقصاص بالقتل، يعني أن يقتله الإمام، قالوا لا نريد القصاص نريد الدية. فهذه الدية تكون مثلثة، لأن قلنا في الدرس الماضي وتختلف صفات الدية بحسب القتل، 30 حقة، 30 حقة، و30 جذعة، 30 حقة و30 جذعة، صار المجموع 60، بقي 40، و40 خليفة، خليفة خ لام ف ه، خليفة أي حاملا، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة أي حاملا، ومخمسة في الخطأ. أما إذا كان قتل خطأ، في الخطأ لا يقال إنه يقتص منه، لا يقتل في الخطأ، إنما يدفع الدية. فهذه الدية في القتل الخطأ مخمسة، أخف يعني، ومخمسة في الخطأ 20 بنت مخاض، 20 بنت مخاض، وكذا بنات لبون، يعني كذلك 20 بنات لبون. كله في الإبل. إبل، كل هذا إبل، نعم. في قتل الخطأ ليس هو الذي يكلف بدفع الدية، في قتل الخطأ العاقلة تدفع، العاقلة هذا من حقه في الشرع، يعني عليهم العاقلة، يعني العصبة الذين هم القرابة من جهة الأب، سوى الأب وأبيه وإن علا، وسوى الابن وابنه وإن سفل، يعني يدخل في ذلك الأعمام وأولاد الأعمام والإخوة وأولاد الإخوة، هؤلاء الذين يكلفون بدفع دية الخطأ. أما هو إذا كان عمدا، إذا قتل عمدا، ومخمسة في الخطأ 20 بنت مخاض، وكذا بنات لبون، وبنو لبون، بنات لبون وبنو لبون، نعم، 20 يعني 5، لأنهن 20 بنت مخاض، وكذا بنات لبون وبنو لبون، وحقاق وجذاع. عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع. فإن قتل خطأ في حرم مكة، كذلك هنا اختلفت الصفة، يعني متى حصل، في أي مكان حصل هذا القتل، أو في أي وقت حصل هذا القتل. فإن قتل خطأ في حرم مكة أو في الأشهر الحرم، أو في الأشهر الحرم، قلنا سبب تسميتها بذلك
أن القتال كان فيها محرما ثم نسخ ذلك، يعني نزل الوحي على الرسول أنه يجوز له ولمن معه من المسلمين أن يقاتلوا الكفار في كل الأوقات. تعرفون الأشهر الحرم ما هي؟ أو في الأشهر الحرم، مطلوب أن يعرفها كلكم، أو في الأشهر الحرم ذي القعدة، لأن هذه هي الأشهر الحرم ذي القعدة، ويقال القعدة، يعني يجوز أن يقال ذي القعدة وذي القعدة، ذي القعدة وذي الحجة. لاحظوا ذو القعدة بعد منه شو؟ ذو الحجة، يعني هدول وراء بعض فين تحفظوهم. ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، كما جاء في القرآن منها أربعة حرم، أربعة الأشهر الحرم أربعة. أو محرما، أو محرما ذا رحم، يعني إذا قتل خطأ في حرم مكة أو في الأشهر الحرم، أو قتل محرما ذا رحم يعني من الأقارب، فمثلثة. هذا محرم حتى لو ما كان في مكة. نعم نعم نعم، ما هو لأنه قال أو، ما قال و، يعني ليس إذا اجتمع هذا وهذا، إن كان كذا أو كذا أو كذا. أو محرما ذا رحم فمثلثة. من ذكرنا شو يعني مثلثة بالأول، هذا معناه، لأجل هذا ما أعدناه هنا. والخطأ، والخطأ وإن تثلث، يعني الخطأ إن كان فيه هذا الذي ذكر، إن كان قتل ذا رحم محرم أو قتل في الأشهر الحرم أو في حرم مكة، فهذا وإن كان يعني مثلثا، فعلى العاقلة مؤجلة، يعني ليس على الفور، فعلى العاقلة مؤجلة. عرفتم ما معنى العاقلة؟ العصبة من جهة الأب، سوى الابن وإن سفل، والأب وإن على، هو يدفع. إذا كان العاقلة ما تحملت، هو إن كان يستطيع هو يتحمل، لكن هو واجب على العاقلة، يعني يلزم العاقلة أن يشتركوا في ذلك. قد يكون له 100 واحد من هذه العصبة، فإذا قسمت يطلع على الواحد بعير واحد، يصير فيه تخفيف عليه. والعمد على الجاني، والعمد على الجاني معجلة. أما في القتل العمد، فالذي قتل الجاني هو القاتل، يعني تجب عليه على الفور، فورا يدفع هذه الدية. وشبه العمد اللي هو شبه الخطأ، يعني وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة. وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة. ولا يقبل معيب، يعني في هذه الدية لا يقبل الإبل التي فيها عيب، ولا يقبل معيب ومريض إلا برضا المستحق، إلا إذا وافق هذا الوارث على أن يقبل بها معيبة أو مريضة. ولا يقبل معيب ومريض إلا برضا المستحق. إذا بتريدوا أول السطر اكتبوا: الحق ما كان من الإبل الحق ما كان من الإبل ابن 3 سنين ودخل في الرابعة.
الحق ما كان من الإبل ابن 3 سنين ودخل في الرابعة. والجمع حق، يعني جمع الحق حق وحقق وحقاق. اللغة العربية واسعة، أحيانا الكلمة الواحدة يكون لها عدة جموع، لهذا اللفظ الواحد لهذا المفرد يكون له عدة جموع. الحق ما كان من الإبل ابن 3 سنين ودخل في الرابعة. والجمع يعني جمع الحق حق وحقق وحقاق. المخاض الحوامل من النوق، لما نقول مخاض الحوامل، يعني المخاض الحوامل من النوق، واحدتها خليفة، يعني واحدة المخاض خليفة، ولا واحد لها من لفظها، ولا واحد لها من لفظها. أحيانا هكذا في العربية يكون لفظ المفرد ليس له جمع من لفظه، فمثلا إذا قلنا النساء، النساء معناه مجموعة من امرأة وامرأة وامرأة، يقال نساء. ما مفرد النساء؟ امرأة، ليس لها مفرد من لفظها. أحيانا يكون له مفرد من لفظه، رجل رجال مثلا، ولا واحد لها من لفظها. وبنت المخاض، هنا ذكرنا بنت المخاض، وبنت المخاض إذا استكملت سنة ودخلت في الثانية. وبنت المخاض إذا استكملت سنة ودخلت في الثانية. وابنة لبون، وابنة لبون، نعم ابن ذكر، البنت أنثى. وابنة لبون بنت الناقة إذا استكملت السنة الثانية. وابنة لبون بنت الناقة إذا استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة. لأن أمه وضعت غيره، لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن حليب يعني. وابنة لبون بنت الناقة إذا استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، صار لها حليب. هذا من فروض الكفاية، يعني يجب على بعض المسلمين أن يتعلم هذا. فاتنا أن نشرح عن الغلول في ما ذكرنا الجذعة مرة جاية إن شاء الله. ما ذكرنا الغلول في الدروس التي مضت كأنه تجاوزناه. الغلول يعني معناه أن يتصرف الشخص بالغنيمة قبل القسمة الشرعية، هذا الغلول، وهذا حرام من الكبائر. الله تعالى قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إذا دخل إمام المسلمين مع المسلمين في حرب ضد الكفار ثم أخذوا منهم أموالهم في هذه الحرب، تسمى الغنائم. هذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد سود الرؤوس قبلنا. البشر يقال عنهم سود الرؤوس، يعني معناه قبل هذا ما كانت أحلت في شريعة قط. في شرائع الأنبياء السابقين كان يوجد جهاد، أليس موسى جاهد عليه السلام؟ لكن هذه الغنائم كانوا يجمعونها في مكان ثم تأتي نار من السماء تحرق هذه الغنائم. لما بعث رسول الله وأمر بالجهاد، الله تعالى شرع له ولأمته هذه الغنائم، لكن لها تقسيم شرعي.
لها قسمة شرعية يقسمها الإمام على حسب الشرع. فهذا الإنسان الذي يقاتل إذا ذهب إلى الغنائم وأكل منها تصرف بها قبل القسمة الشرعية حرام عليه، يكون وقع في معصية كبيرة. هذا معنى الغلول، التصرف في الغنيمة في مال الغنيمة قبل القسمة الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: تكلم عن أخذ الرشوة وإعطائها. يحرم أخذ الرشوة وإعطاؤها، المال الذي يعطى لشخص حتى يعمل بخلاف الحق، حتى يحكم بخلاف الحق. يعني إذا إنسان أراد أن يأخذ مالا من شخص بغير حق، فذهب إلى القاضي مثلا ودفع له رشوة، أو ذهب إلى شاهد ودفع له رشوة، شاهد ما رأى أن هذا له عليه هذا المال، إنما استشهده ودفع له الرشوة حتى يشهد له أن هذا الشخص كان اقترض منه أو باعه هو شيء واستحق مالا منه، فهذا حرام من الكبائر. إذا واحد أخذ الرشوة أو أعطى الرشوة هذا عليه معصية كبيرة. قال صاحب التعريفات عن الرشوة: هو ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، هذا معنى الرشوة. أما إذا إنسان يريد الوصول لحق له شرعا وما وجد سبيلا ليصل إليه إلا أن يبذل مالا لإنسان حتى يصل لحقه، فبذل له هذا المال وكان ذاك لا يوصله لحقه إلا أن يأخذ منه المال، الدافع ما عليه معصية، لكن الذي أخذ حرام عليه من الكبائر بأنه أكل مالا بغير حق. إنسان يريد مثلا أن ينقل بضاعة إلى بلد آخر، ما فيها حرام، لا هي خمر ولا هي مخدرات ولا هي آلات الملاهي ولا هي شعائر الكفار، بضاعة ثياب مثلا، فواحد قال له: أنت لا تستطيع أن تدخل هذه البضاعة إلى هناك إلا أن تدفع لي مالا، أنا إن قبضت منك أسهل لك أدخل لك هذه البضاعة. هو في الشرع إذا استطاع المسلم أن يخلص مسلما من الظلم ولا يتكلف على ذلك مالا يجب عليه أن يخلصه، لا ينظر ولا يتكلف، ويعلم أنه إن لم يساعده يظلم، هل يجوز له أن يتركه يظلم لهذا المسلم؟ لا، يجب عليه أن يساعده. ثم هذا المساعد الذي سوعد، يعني إذا كان هو أعطاه هدية من طيب نفس منه يجوز أن يأخذ، أما كان هو إذا كان هو قال له: لا أنت ما لا يمكنك أن تصل إلى مرادك إلا بهذه الطريقة، ادفع لي ثم أنا أوصلك إلى هذا، وهو لا يتكلف، هذا الشخص يعني يستطيع أن يخلصه من الظلم بلا كلفة، ومع ذلك ألزمه أن يدفع له مالا، حرام عليه أن يأخذ هذا المال. الإنسان الذي خذ هذه القاعدة يستطيع أن يخلص مسلما من الظلم ولا يتكلف على ذلك شيئا من المال يجب عليه أن يخلصه، ولا ينضر إذا خلصه من الظلم يجب عليه أن يخلصه، يجب عليه أن يساعده، سواء طلب منه المسلم ذلك أم لا، مدام هو عرف أن هذا الشخص سيظلمه فلان من الناس إن كان موظفا في الدولة أو غير ذلك، وهو يستطيع أن يخلصه لا يجوز له أن يتركه ليظلم، حرام عليه. أما إذا كان فيها كلفة يقول له: هذه كلفتها كذا، إن أردت أن تخلص من الظلم أساعدك، لكن هذه كلفتها كذا، ادفع الكلفة حتى أساعدك لتخلص من هذا الظلم. وكذلك من غير ضرر، لأنه أحيانا إذا سعيت لمساعدة شخص ليخلص من الظلم قد يكون سببا لظلمك أنت، يعني دفعت عنه فتظلمين أنت الذي هو واجب في الشرع إن كنت لا تظلمين، إن كنت لا تنضرين، هنا يجب عليك أن تساعدي هذا الشخص. واحد مرة قال لشيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله، قال له: كثير من إخواننا يخالفون القانون ثم يظلمون فيأتون إلي. قال له: وإن لم يلتزموا بأنهم
مشوا على حسب القانون، لكن إن استطعت أن تخلصهم من الظلم يجب عليك. يعني أخونا هذا كان نبههم يا جماعة امشوا على حسب النظام، لا تخالفوا القانون حتى لا تظلموا. فبعضهم ما التزم فظلم، فجاء إليه حتى يساعده لرفع الظلم. ماذا قال له الشيخ؟ لو لم يلتزموا إن استطعت يجب عليك أن تخلصهم من هذا الظلم، لكن هم يكونون إذا التزموا أراحوا هذا الإنسان ليتفرغ لأمر مهم آخر، يكون استفاد من وقته حتى يعمل في أمر مثلا للدعوة مهم، لأن الشخص الذي يساعد في أمر الدعوة هذا ثوابه عظيم، أجره عظيم عند الله، لا سيما في هذا الزمن لكثرة الفساد. أليس انتشر الفساد فيما بين الناس؟ يوم الخميس رجل يدرس في صيدا حدثني عن شيء غريب، كل مدة يحدثني، هو يعمل درسا فيحدثه بعض الحاضرين بغرائب وعجائب. فقال له شخص يوجد واحد من أهل صيدا يعني ينتسب للسنة، كان على زعمه يرشد ولده، أليس الأب أحيانا يعطي تعليمات للولد؟ يا ولد افعل كذا، تجنب كذا، لا تفعل كذا. فمن جملة ما قال له، قال له شوف يا ابني ما تحتاج لحدا، ما تمد إيدك لحدا. قال نحن حتى الله ما بنحتاج له. كفر من أصرح الكفر وأشنع الكفر. قال حتى الله نحن لا نحتاج له. قال له ما بدنا إياه يرحمنا، يقول عن الله لا نريده أن يرحمنا. مثل هذا يسكت عنه؟ لا يسكت عنه، يجب أن يحذر من مثل هذا الكفر. قد يقول لك قال يا أخي ولو مما بيعرف أنه إذا واحد قال نحن ما بنحتاج لرب العالمين أنه هذا كفر، قل له يوجد كثير لا يعرفون، مثل هذا الرجل، هذا يظن بنفسه أنه من المسلمين. الآن فيما بين الناس الذين ينتسبون للإسلام في لبنان وسوريا والأردن وغيرها من البلاد، كثير منهم إذا تكلم ببعض الكفريات الصريحة لا يعرف أنه كفر، لا يعتقد أنه كفر وهذا الكلام، ولا يعتبر نفسه خرج من الإسلام، يقول الكفر ولا يبالي. وإذا رجع بقول شوف يا كلنا بنقول هيك. في بعض بلاد المسلمين يقولوا بعض الذين ينتسبون للإسلام روح يا بنت الله، روح يا ابن الله، كثير يقولون هذا. ويقولون أبوس ربك، في سوريا كثيرون يقولون أبوس ربك. كل العوام من شأنهم يعرفون أن البوس وفي اللغة التقبيل معناه يوجد مماسة، هذا شيء مخلوق وهذا شيء مخلوق، الذي يقبل مخلوق والمقبل مخلوق. الآن صرنا في زمن الجهل بلغ مبلغا شديدا في الناس. اليوم واحد سألني قال لي كنت أجادل شخصا من الوهابية، تعرفون كيف يثبت للشخص أن الله موجود بلا مكان ولا جهة؟ يقال له من جملة ما يقال الله خالق كل شيء، الله كان موجودا في الأزل، يعني فيما لا بداية له، وفي الأزل لم يكن إلا الله، لم يكن عرش ولا سماء ولا فضاء ولا ملاء ولا خلاء ولا كرسي ولا نور ولا ظلام ولا إنس ولا جن ولا ملائكة، لم يكن في الأزل إلا الله. هذا كل مسلم يعتقده بلا شك هذا الأمر. ثم ماذا بعد ذلك؟ كيف يرتب له؟ يقول له الله لا يتغير، الله خلق العرش، خلق الفضاء، خلق السماوات، خلق الجهات، خلق الإنس والجن والملائكة، كما كان في الأزل لا يزال الآن كما كان في الأزل، لا يزال موجودا بلا جهة ولا مكان. ماذا نقول ونكثر من قول الله لا يتغير؟ قال فقال لي شو يعني لا يتغير؟ قلت له هو يعرف في قرارة نفسه في قلبه يعرف ما معنى لا يتغير. الشيء الذي تطرأ عليه صفة جديدة معناه تغير، الشيء الذي يكون ساكنا ثم يتحرك معناه تغير، الشيء الذي يكون متحركا ثم يسكن معناه تغير، الشيء الذي يكون في جهة معناه متغير، لأن الجهة ليست أزلية، الجهة حادثة. الشيء الذي يكون في مكان معناه تغير. فماذا يريد من كلمة شو يعني تغير؟ لأنه لا يريد أن يسلم أن الله لا يزال كما كان في الأزل،
موجودا بلا جهة ولا مكان. وقد حدثتكم عن شخص من أهل الحجاز قال لي عمي من الوهابية ولحيته إلى صدره ما تحت صدره، قال فكلمت قلت لعله يهتدي، فكلمه بالدليل العقلي، يا عمي هذا الشخص، قال له الله أزلي لا بداية لوجوده، وهذه المخلوقات لها بداية، الجهة مخلوقة والمكان مخلوق والعرش مخلوق، وصار يعني يكلمه بلطف، قال له والله لا يتغير، فقال عمه هذا الشخص لا تقول ما بيتغير، قال له ربنا بيتغير، كفر. أقوى علامات الحدوث التغير، أقوى شيء يدل على أن هذا مخلوق تغيره، هذا أقوى دليل على أنه مخلوق، أنه يتغير، كونه يتغير. كيف نثبت أن هذا العالم له خالق؟ نقول العالم متغير، وكل متغير يحتاج لمن يغيره، يحتاج لمن أوجده، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. فإذا العالم له خالق، خلقه أبرزه من العدم إلى الوجود، هذا كل العلماء يقولونه، يقولون أقوى علامات الحدوث التغير. فيأتي هذا الوهابي المشوش المشوش يقول شو يعني بتغير، كالشخص الذي شرح له أن الشخص إذا كان كافرا لابد أن يخلص من ذلك بالتشهد ليدخل في الإسلام، وأن الشخص إذا احتمل عنده في قلبه أنه وقع في كفر يلزمه أن يتشهد للخلاص من هذا الاحتمال، ما عم نتكلم عن الخاطر، صار عنده احتمال في قلبه ولو كان احتمالا ضعيفا أنه وقع في كفرية، هل له أن يرضى في قلبه بالبقاء على احتمال الكفر وهو يستطيع أن يخلص من ذلك بالتشهد؟ فيأتي بعض الناس ويقول شو يعني احتمال، إذا إنسان قيل له يحتمل أنك ستمرض، يحتمل أنك ستجوع بعد قليل، يحتمل أنك ستنام بعد قليل، في أحد من الناس لا يعرف شو يعني احتمال، إمكانية أن يكون هذا الشيء، هذا معناه الإمكان، يعني إمكان أن يكون هذا الشيء. فإذا إنسان عنده احتمال أي إمكان في قلبه أنه يكون واقعا في كفرية، كيف يخلص من هذا؟ تشهد الاحتياط. فبعض الناس للجدال حتى يجادلوا يقول شو يعني احتمال، وهؤلاء هكذا يقول إذا واحد كلمه بالحجة يقول له شو يعني متغير، شو يعني يتغير، وهو يعرف ما معنى يتغير، يتغير يعني يتحول من حال إلى حال، لا يكون متصفا بهذا ثم يصير متصفا بهذا. هكذا الإنسان، أليس الإنسان رضاه وغضبه تغيرا؟ انفعال، الإنسان يصير فيه انفعال لما يغضب، يصير فيه انفعال لما يرضى لما يفرح، هذا يجوز على الله؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا يتغير. وإذا واحد قال لكم ما الدليل على أنه لا يتغير؟ ليس كمثله شيء، لو كان يتغير لكان له أمثال لا تحصى. الناس أكثرهم اليوم غافلون عن علم الدين وبعيدون من علم الدين، وليس لهم نشاط على علم الدين، والذي عنده نشاط حب لعلم الدين وإقبال على علم الدين وقلبه يعني فيه شغف لعلم الدين، حب لا يشبع من علم الدين، هذا علامة الخير. الذي ما فيه ذلك ذاك علامة الخير، هذا علامة أنه لا خير فيه هذا الإنسان، وأكثر الناس لا خير فيهم، لا يقبلون على علم الدين، يقبلون على الأكل، على الشرب، على التليفون، على التلفزيون، على الكلام الفارغ، على الكلام الذي لا خير فيه. وإذا كلم بعضهم ماذا يقول لك؟ يا أخي طول بالك، وتعمل لي حنبلية، الحكي على جمرك كمان، خلينا نحكي، خلينا فيش خلقنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش بالكلام الفارغ، مش بالكلام الذي لا خير فيه. ينبغي في كل واحد منا أن يراقب نفسه. شو يعني أن يراقب نفسه؟ يراقب فعله، يراقب نيته، يراقب قوله، هذا معنى أن يراقب نفسه، يراقب لما أتحرك، لما أتكلم، هذا الكلام هل هو فيه خير أم لا، لما أنظر، لما أسمع، لأي شيء أسمع، لما أنام، يراقب نفسه، لأي شيء أستيقظ، متى أستيقظ، يراقب عمله، يراقب الحركة التي يفعلها، يراقب الكلام الذي يخرج منه. إذا كل واحد
راقب نفسه في أفعاله، في نيته، في أقواله، يسلم من كثير من الشرور. أما إذا أطلق لسانه من غير أن يشعر يقع في الغيبة. مثلا امرأة كانت تحدثني عن شخص متعلمة، يعني ملتزمة بحسب الظاهر، قالت لي: بس هذا الإنسان عنده طبع. كلمة عنده طبع عند الناس لا يرضى بها الشخص. شو يعني عنده طبع؟ يعني منه ضابط وضعه، مثلا عصبي ينفعل كثيرا في غير محله، هذا يصدر عنده طبع، أو قاسي، أو مثلا لا يصرف المال كثيرا بالبحبوحة التي يرغبها كثير من الناس. الشخص إذا سمع هذا يرضى، لا يشعرون أنهم وقعوا في الغيبة. أو بعضهم يقول: بس فلان بطنه كبير، هذا إذا كلمته ماذا يقول؟ إيه ما هو هيك. ولو كان هو هيك، ما معنى الغيبة؟ ذكرك أخاك المسلم بما يكره لو سمعه. هل أحد يرضى بما يكرهه مما فيه؟ هل أحد يرضى بهذا الكلام أن يقال عنه؟ الشخص لا يرضى، هو نفسه الذي تكلم، هل يرضى بهذا لو قيل عنه؟ لو كان فيه ذلك هل يرضى؟ لا يرضى. أليس كثير من الناس يقولون: فلان بس زوجته حاكمته، أو أولاده حاكمينه بالبيت، أو ما له كلمة ببيته. كثير هذه يقولون، نعم غيبة لكن لا يشعرون. وكذلك الذي لم يتعلم أصول الدين، لم يتعلم العقيدة، لم يتعلم الأحكام الضرورية، قد يزلق، يتصير منه مزلق، يقع في الكفر وهو لا يحس، لا يشعر. مثل، نضرب مثالا لذلك، إذا إنسان تعلم ما هي الغيبة، ذكرك أخاك المسلم بما يكره، يعني في غير حضرته، بما فيه، فواحد اغتاب مسلما تكلم على هذا المسلم بما يكره في غيبته، فجاء واحد وقال له: لا يجوز، لا تغتبه. فبعض الناس يقول: هذه من غيبة. بعض الناس يقول، وقد تعلم ما معنى الغيبة، لما يقول هذه ليست غيبة كذب الشرع، من كذب الشرع كفر. بيشوفوا أحيانا، أحكي، ذكرت لكم قبل هذا لما ذكرنا موضوع الإحراق، أن الفقهاء يقولون: لو أن كافرا مات فأحرق جسمه، ما هو لا حرمة له، كلا شيء، يعني هذا ما له اعتبار. إن كان جماعته أحرقوه من الهندوس مثلا، أو غير جماعته أحرقوه، ما في معصية. لما نقول: ويحرم الدفن في الفسقية، شو يعني ويحرم دفن مين؟ المسلم. أما الكافر إذا حطوه بالفسقية ولا بالعلية ولا تحت الأرض ولا زتوه، ما هو ما له حرمة عند الله تعالى هذا. يعني مشان تنتبهوا، أحيانا بعض الناس لا ينتبهون، فقد يرى أحدهم عم يتفرج على التلفزيون، جاء الهندوس بواحد منهم مات فأحرقوه، فيقول: حرام، عم يحرقوه، كفر هذا. من أين يأتي إلى باله؟ أخذ هو في المعاصي وإحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع. أي حيوان مقصود؟ إذا هو عايش مثلا، لو كان مما يؤذي، هل يحرق الخنزير وهو حي؟ هل يعذب بذلك؟ لا، يجوز قتله لكن لا يحرق، لا يحرق. الحية أليس يجوز قتلها؟ يستحب قتلها لكن لا تحرق وهي حية. انتبهوا يا أحبابنا، انتبهوا. يعني مرة واحد، شوفوا كيف بيوعى بعض الناس بالكفر دون أن يشعروا، أحيانا لأنهم لا ينتبهون في مجلس العلم. هلأ جايين والمثلة بالحيوان، يعني حيوان عايش، حيوان عايش، إجا واحد صار يقطع أطرافه وهو حي، هل يجوز هذا؟ لا، لو كان خنزيرا تقتله، بس مش بتعذبه بالتقطيع. فواحد ماذا قال؟ والعياذ بالله، لا، إذا ذبحوا خروف حرام المثلة به، ما أنت بتقطع الخروف كيف بدك تأكله؟ انظروا إلى أين وسوس له الشيطان، فذهب إلى هذا الحد. هذا شيء معروف بين المسلمين، أنه إذا ذبح دجاجة، ذبح بقرة، ذبح خروفا، يقطعه حتى يؤكل. كيف يأكلون البقرة كما هي عادة؟ فالإنسان لما يكون في مجلس العلم يكون حاضرا بجسمه مع حضور القلب، ليس مع غياب القلب، وإلا لا تحصل الفائدة المطلوبة، وقد يقع في الهلاك بسبب أنه لا ينتبه لما يشرح. هذه أمثلة أقولها لكم من الواقع الذي أنا عرفته من أناس وقعوا في ذلك. فإذا لما يقول إحراق الحيواني،
إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع، هجمت حيوانات مؤذية ما استطاعوا دفع أذاها إلا بإحراقها، يجوز. هنا تعين سبيلا لهم لدفع الأذى والضرر من هذه الحيوانات التي هجمت عليهم. أما الكافر إذا مات فأحرقه جماعته أو أحرقه غير جماعته، ما له حرمة عند الله. ما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا ربها، يعني إذا كان حيا لا يعذب بذلك. سيدنا علي رضي الله عنه اجتهد، قال هذا الحديث له معنى، لا يعذب بالنار إلا ربها، قال إلا إذا اقتضت المصلحة. فلما جاءه الذين عبدوه قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، قال لهم ارجعوا عن هذا، إنما أنا عبد مثلكم أكل الطعام وأشرب. ثم لم يرجعوا، فنادى الذي عنده قال تضرم نار في أخدود، يشق في الأرض شق يعني، ثم توضع حطب ونحو، يوضع حطب ونحو ذلك يشعل، ثم يرمون فيه وهم أحياء. فلما قيل له الرسول قال لا يعذب بالنار إلا ربها، عبد الله بن عباس قال لو أنا ما كنت أفعل هذا، لأن الرسول قال هذا مجتهد لا يعذب بالنار إلا ربها، بس علي أعلم منه. قال أيوة إذا كان لا توجد مصلحة، أنا رأيت مصلحة من هذا لزجر الناس عن مثل فعلهم، ومع ذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لما أتي بهم قال لهم سيدنا علي لأقتلنكم شر قتلة، قالوا ما ازددنا فيك إلا يقينا أنك ربنا، لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها. وهو يقول لهم لست ربكم، أنتم تزعمون أنه ربكم وهو يقول لكم لست ربكم، لكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني هؤلاء لهم نظر من حيث العين لكن عمي القلوب. الذي تزعمون أنه إله يقول لكم لست ربكم، إنما أنا عبد مثلكم أكل الطعام وأشرب. وهكذا بعض الناس يبين لهم الدليل كالشمس، وضوحه كالشمس، ولا يرضون. فهؤلاء المشبهة الوهابية الذين كل مدة يتفننون بمقالة، صاروا يقولون الله فوق العرش في جهة معنوية اعتبارية وليس في جهة حقيقية. يقولون الجهة الحقيقية ليس هذا الذي نتكلم عنه، نتكلم عن جهة معنوية اعتبارية. كان الله ولم يكن شيء غيره، لم يكن ما تزعمون في الأزل من جهة اعتبارية ومعنوية، ولم تكن جهة حقيقية على زعمكم وتقسيمكم. والله لا يتغير، لا يزال كما كان، هو لا يحتاج إلى الجهة، لا يحتاج إلى المكان. لذلك الله سبحانه وتعالى أجرى على لسان شيخنا رحمه الله عبارة عظيمة في التنزيه، قال عظمة الله أنه لا يشبه شيئا. الوهابية عندهم عظمة الله أن يقول هو فوق، في جهة فوق، هكذا يظنون. يقولون إذا قلنا هو في جهة فوق عظمناه. لذلك قال شيخنا رحمه الله عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، أما الذي وصفه بالجلوس بالقعود بالاستقرار سبه، سب الله، شتم الله، لأنه شبهه بالقردة والخنازير. أما السني الأشعري المنزه هذا يقول الله موجود لا يشبه الموجودات، يقول بلسانه مع اعتقاده. أما الوهابية باللسان ماذا يقولون للناس؟ استوى بلا كيف باللسان، لكن من حيث الاعتقاد يعتقدون له كيفا، يقولون نحن لا نعلم هذا الكيف. لذلك ماذا يرون عن مالك؟ أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. مالك ما قال والكيف مجهول، قال والكيف غير معقول وكيف عنه مرفوع، ثبت عنه روايتان. أما والكيف مجهول ما قاله الإمام مالك. ما معنى الاستواء معلوم؟ أي وروده في القرآن، معلوم وروده في القرآن. وفي بعض الروايات عن غير مالك الاستواء مذكور، مذكور يعني في القرآن مذكور. كم معنى لها كلمة استوى؟ 15 معنى. أشرف معاني الاستواء القهر، وهذا يليق بالله، وهو الواحد القهار، لا إله إلا الله الواحد القهار، يليق بالله.
ثم إذا بحثتم في كل بلاد الإسلام على مدى الزمان يعني لا يوجد من سمى ولده عبد المستقر على العرش أو عبد الجالس، أما عبد القاهر عبد القهار فيه يوجد، لأن هذا يليق بالله تعالى. الله تعالى أعمى قلوب الوهابية عن معرفة الحق، يقرؤون القرآن وبعضهم يحفظ القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم، عمي القلوب، هكذا شأن الوهابية. اليوم امشوا بين الناس بعلم العقيدة، يعني يخبرني بعض أحبابنا أنهم رجعوا يسمعون الكفريات اللفظية من الناس كما كان سبق وقت من الأوقات، كان كثرة في الشوارع، يعني الآن رجع يسمع هذه الألفاظ الكفرية من بعض الناس، طريق الجديدة وبمناطق يعني اللي هي يقال عنها مناطق المسلمين يسمع ذلك، وكثير من الناس همهم اتباع الغرب. اليوم اتصل فيه شخص من أستراليا، أحدثكم بما أسمع، يعني كنا نحدث شيخنا رحمه الله بما نعرف من أحوال الناس. هذا الشخص أرسل لي رسالة من أستراليا مسجلة ما زالت عندي، قال لي عملت مقابلة مع نائب من نواب البرلمان في أستراليا، شو الموضوع الذي يطرح الآن في فاضيين هن هناك مخلصين قد يقال كل الوظائف، شو الموضوع اللي عم يطرحوه هلا وصار عليه خلاف أنهم هل يسمح بالإجهاض أم لا يسمح بالإجهاض؟ هناك في الليبراليين هدول اللي هن أكثر والمحافظين على زعمهم، فالأكثرية قالوا يسمح بالإجهاض. يسمح بالإجهاض مش معناته قبل نفخ الروح، عندهم أنت مكان أي مفتوح يعني على زعمهم. فقالت فسألته، قعدوا يومين بالنقاش للساعة 12 بالليل، قالت له ليش هالقد عم تطولوا، شو في شو عم تحكوا بالاجتماع؟ قال له صار بيناتنا خلاف، وصلنا الأكثرية يسمح بالإجهاض بقتل النفس لو كان نفخ فيه الروح بعد الشهر الرابع، سمحوا فيها على زعمهم أنه خلص قرروها. اختلفوا شو بدهم يعملوا فيه إذا نزل هذا الولد عايش، ماذا يفعلون به؟ لا عم يتكلموا إذا نزل حيا ماذا يفعلون به. فشو اقترحوا؟ قال أن يلف بقطعة قماش حتى ينقطع عنه الأكسجين ويموت، قتل يعني العادة. فشو قالت لي أختنا اللي عم تقول لي عن هذه المقابلة، قالت لي فتذكرت الجاهلية كانوا يأيدون البنات، هدول نفس الشيء بس بطريقة تانية. قال هذا اللي صاير عليه جدال وخلاف، بدون يشوفوا كيف بدون يقرروا قتلوا للولد. هذه التي تسمى الحضارة عندهم، عم يطلعوا قانون فيها يعني مسموح يسمحون بذلك. أليس الناس تنتقد ما كان يفعله أهل الجاهلية من دفن البنات وهن حيات تحت التراب؟ ليش؟ لأنها تقتل. طب وهذا قتل، هذا قتل على زعمهم يشرعونه، يعني يصير في القانون أنه يسمح به ولا يعاقب الشخص عليه ولا يؤاخذ. هؤلاء يتبعون، الذي يتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءني شخص أمس الأول قال لي ناس من أهل الحجاز يجادلونني، من أهل الحجاز في أي شيء يجادلونه؟ قالوا له شو بتقولنا أنه هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شو بيعرفنا أنه هذا حديث؟ نحن في الحجاز هذا صار، نحن نأخذ بالقرآن. قلت لها لهذه المرأة كاذبون هؤلاء، لو كانوا يصدقون بالقرآن لصدقوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في القرآن ولا آية فيها ذكر أن صلاة الصبح ركعتان، لا يوجد، وأن صلاة الظهر 4 ركعات. من أين عرفنا هذا؟ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يدعون الإسلام. قلت لها قولي لهم تزعمون أنكم تأخذون بالقرآن ولا تأخذون بالحديث لأنكم لا تعرفون هذا قاله الرسول أم لا، من أين عرفتم أن هذا القرآن هو الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو طريق وصول هذا القرآن إليكم؟ من الذي نقل هذا القرآن عن الرسول؟ الصحابة. هؤلاء الذين نقلوا القرآن عن الرسول هم الذين نقلوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء الحديث المتواتر يعني الذي ثبت عن الرسول
بالتواتر مثل القرآن، حجة مثل القرآن، كما أن القرآن حجة، الحديث المتواتر حجة، الحديث الصحيح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة. لازم يكون في المسلمين من يعرف هذا حتى يدافع عن دين الله. يعني إذا كان صار هذا في الحجاز، صار يتكلم في مثل هذا، يقولون نحن شو بعرفنا، ما يدرينا أن هذا حديث الرسول، يقولون نحن نأخذ بالقرآن. يسمون بعض الناس الذين عملوا هذه الفرقة يسمون أنفسهم قرآنيين، يقولون نحن جماعة القرآن. قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول. طيب كيف نطيع الرسول؟ باتباع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، احفظوا هذا. قال الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب عرفنا القرآن، والحكمة الحديث. الحكمة هي الحديث. الله قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يعلمهم القرآن ويعلمهم الحديث. الرسول هو الذي يعلمهم، وكثير من الأحكام ما عرفت إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، من حديث الرسول عرفنا هذه الأحكام. فتعلموا هذا حتى تردوا على هؤلاء، لأن هؤلاء كفار، من كذب الرسول كمن كذب الله، من حيث إنه كافر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. شو يعني؟ يعني هذا وحي وهذا وحي، ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن، معناه القرآن وحي وهذه السنة الحديث وحي، هذا وحي وهذا وحي، هذا يعمل به وهذا يعمل به، هذا حجة وهذا حجة. يعني بدنا ننتبه إلى هذه الأمور حتى هؤلاء لا يشوشوا على المسلمين. هؤلاء بأقوالهم هذا يحصل تشويش، بعض الناس قد يقع بعض الناس في الكفر وهم لا يشعرون أنهم وقعوا في الكفر. صار يجري على ألسنة بعض المنتسبين للإسلام، يقولون هذا بالحديث، جيب لي آية من القرآن، إذا كلمته في مسألة وذكرت له حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول لك؟ هذا عم تقول حديث، أنا بدي آية من القرآن. ويتجرأ بعضهم يقول أنا لا أخذ بالحديث، ما يدريني أنه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أنتم تعالوا إليه من هذه الجهة، كيف عرفت أن هذا هو القرآن الذي أنزل على الرسول؟ ما هو طريق وصوله إليك؟ عن طريق الصحابة. لذلك العلماء قالوا من سب الصحابة جملة كفر، لأنه طعن في الدين، لأن الدين ما وصل إلينا إلا عن طريق الصحابة. فمن قال الصحابة كذابون أو الصحابة همج كفر، لأنه طعن في الدين. فهذا معناه أن الحديث الذي رواه الصحابة ثبت عن الرسول عن طريق الصحابة، هذا يؤخذ به وهو حجة في الدين. أيضا الآية مولانا وإن تنازعتم في شيء، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وللرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إليه. لا يكفي الصورة، لا تكفي. أنا أخذوني إلى ناس في دمشق، حكيت لكم من سنين، واحد من أحبابنا جمع أقاربه ومعارفه في بيت، له بيت كبير أكثر من 100 شخص، هذا الكلام منذ أكثر من 30 سنة. فأعطيتهم درسا في العقيدة، ثم في الأخير ختمت بالتحذير من الكفر، لا سيما من الكفر اللفظي. فقام واحد قال يا شيخ على كلامك 3/4 سوريا كفار. قلت له نحن لا نقول هذا، نحن لا نذكر أرقاما، نحن نقول من سب الله كفر. من قال لشخص روح يا ابن الله، لامرأة روح يا بنت الله، اللي بيقول جننت ربي، اللي بيقول خوت ربي، اللي بيقول دوخت ربي، اللي بيقول ربنا ما عارف وين هالزلمة ونحو ذلك، هذا كفر. قال لي ايه 3/4 السوريين بيقولوا هيك، ما كان يقبل. قلت له الله تبارك وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني الشخص الذي يقول الكلام لو كان هو لا يعرف حكمه أنه كفر وهذا الكلام كفر يكفر، لو كان هو لا يعرف أن من استهزأ بالله يكفر واستهزأ كفر، لا يعرف أن من استهزأ بالملائكة يكفر واستهزأ بالملائكة كفر. يعني الحكم لا يتوقف على معرفته بالحكم، الحكم عليه لا يتوقف على معرفته بالحكم. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الرسول قال لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضارة، لا يراها معصية، هي فوق ذلك ليست مجرد معصية هي كفر. هذا دليل من حديث الرسول الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي بلفظ آخر ينزل بها في النار 70 خريفا. هذا دليل على أن هذه الكلمة أوقعت هذا الشخص في الكفر، مع كل هذا ما كان يرضى هذا الشخص. يهدي ربك من يشاء، لأنه بعض الناس قد يقول ليش مقنعتم أنت شيخ ودارس. الرسول عليه الصلاة والسلام ظهرت على يديه معجزات، آمن به كل الناس في ذلك الوقت؟ لا، رأوا المعجزات. أليس رأوا انشقاق القمر؟ صار فرقتين في جهة، واحد في جهة، جزء في جهة وجزء في جهة، ومع ذلك ليس كل واحد أسلم. هذا ماذا يسمى؟ هذا الأمر معجزة، أمر خارق للعادة، لا يستطيع المعارض أن يأتي بمثله. لكن الله يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء. الرسول بين صلى الله عليه وسلم الأدلة، لا شك أنه كان أقوى الناس حجة عليه الصلاة والسلام، لكن ما آمن به كل إنسان. أبو لهب أليس كان يعيش مع الرسول في نفس البلدة وعرف أن الرسول يقول أنا رسول الله وأنه أظهر المعجزات، ومع ذلك شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تنفعه قرابته من الرسول لأنه كفر. كذلك أبو طالب، أبو طالب دافع عن الرسول، نهى الناس عن أن يؤذوا الرسول، منع الناس من إيذاء الرسول، وهو عم الرسول، وعرف في قلبه أن الرسول على حق. لكن يهدي ربك من يشاء، عرف في قلبه، لكن الله لم يشأ له أن يكون مهتديا. ما آمن، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال إني على ملة عبد المطلب، يعني على عبادة الأصنام، ما رضي أن يدخل في الإسلام. فنحن يلزمنا أن نبين، يلزمنا أن نشرح، يلزمنا أن نعلم ما استطعنا بلا تقصير، ما استطعنا بلا تقصير. من شاء الله له أن يهتدي، أن نكون نحن سببا لهدايته، يهتدي. من لم يشأ الله له، لو اجتمع كل الناس وحاولوا أن يهدوه للحق أن يدخلوه في الإسلام، والله لم يشأ له ذلك لا يدخل. الرسول كان حريصا على أن يدخل هؤلاء في الإسلام الذين دعاهم إلى الإسلام، كان حريصا وما قصر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما دخل الكل. ابن نوح أليس له ابن؟ ما قبل أن يؤمن به، ما قبل، اسمه كنعان، وأبوه نبي رسول، لكن الله لم يشأ له أن يكون مهتديا، ودعاه إلى أن يركب في السفينة، يعني أن يؤمن وأن يركب في السفينة، فرفض. وأنذرهم، قال لهم هلاك إن لم تركبوا في السفينة، إن لم تؤمنوا وتركبوا في هذه السفينة تهلكون. مع ذلك بعض الناس يعني يقبلون بالهلاك والعياذ بالله. واحد أخبرتكم عن شخص قال كفرية من الكفر الصريح، قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وهو يعلمه منافقا، كفر هذا. أن معنى كلامه أن الرسول متلاعب بالدين، هذا معنى كلامه. الرسول لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول لما مات كان يظن أنه زال عنه النفاق وصار مسلما، هو يعني ظهرت منه
علامات تشير إلى ذلك، وطلب من الرسول رداءه ليكون كفنا له، فظن الرسول أنه زال عنه النفاق، والرسول لا يعلم الغيب، الذي يعلم الغيب كله هو الله، فصلى عليه ثم نزلت عليه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا الشخص الذي يدعي العلم في الحجاز أيضا ويدعي المشيخ أو الفقه، أخونا جزاه الله خيرا كلمه ما كان يقبل منه وقال له هذا كفر هذا ضلال، ما كان يقبل، رجع إلى لبنان فحدث شيخنا الشيخ عبد الله فقال له: إذا رجعت خذ له هذا الكتاب. أعطاه كتابا يقول فيه إن الرسول ما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول إلا وهو يعتقده زال عنه النفاق، يعني صار مسلما أنه مات على الإسلام. ذهب الرجل إلى الحجاز، ذهب إليه قالوا له مريض في المستشفى، فذهب إليه إلى المستشفى جزاه الله خيرا، كان في العناية يعني على الأخير، فكلمه وأراه الكتاب فرفضه، قال له، صار يعمل له هكذا، صار يقول له صلى وهو يعلمه منافقا ثم أماته الله. يهدي ربك من يشاء، كلمه وأظهر له الحجة وأخذ له الكتاب، ماذا يفعل أكثر من هذا؟ ما استطاع. وبعض الناس الله تعالى يهديهم بكلمة خفيفة. ذكرت لكم أن شخصا من أحبابنا كان في بعض شوارع بيروت سمع شخصا يكفر الكفر الصريح، قال: فانتظرت حتى هدأ من غضبه وجئت إليه ماشيته وأمسكت بيده فنظر إلي ونطق بالشهادتين. يعني أنه فهم أنه يريد أن يراجعه حتى يرجع عن هذا الكفر. وحدثتكم عن شخص له لحية ويغطي رأسه في شارع الحمراء، سمعه أخونا في رمضان يكفر وهو يجادل طفلا، قال: أوقفت الموتسيك جئت إليه كلمته بلطف، قال له: عم تحكي معي؟ أنا أدرس شريعة. قال له: هذا الكلام كفر، أنت سببت الله. قال له: هو أغضبني، هو زعلني. قال له: لو زعلك هذا كفر، من مات على الكفر يخلد في جهنم. قال له: إيه بدنا جهنم لألنا، خلي الجنة لألكم. شو قال له؟ بدرس شريعة، له لحية ويضع على رأسه قلنس، وإما من حزب الإخوان أو من حزب التحرير أو من نحو هؤلاء الجهلة. هؤلاء ضرر على الناس. وقلت لكم عن شيخ يلبس على رأسه اللفة ويلبس الجبة في مؤسسة يقال لها مؤسسة إسلامية، واحد من إخواننا يعمل فيها أصلح له آلة، فهذه الآلة صارت عتيقة، قال له: خذها لهؤلاء كفار مكة هم يشتغلون بها. ماذا يريد من هذا الكلام؟ والعياذ بالله، قال عنهم كفار مكة وهم بحسب الظاهر من المسلمين، بحسب الظاهر من أهل الإسلام يعني، لكن مستخفون. هذا لو قيل له: ما حكم من قال عن مسلمين هؤلاء كفار مكة؟ يقول: كفر؟ يقول: إن كان مازحا لا يكفر، هذا شأنه. هل يقول عن نفسه: أنا وقعت في الكفر؟ البارحة واحد من أحبابنا عنده محل في شارع الحمراء، فواحد صار بينه وبين شخص كلام فغضب، فقال له كعادة المسلمين: طول بالك صلي على النبي. قال له: إيه ما بدي صلي على النبي، أنا واحد ملحد. والعياذ بالله، يعني يرضى لنفسه بأن يقول عن نفسه إنه ملحد كافر يعني. قال له: أنا واحد ملحد ما بدي صلي على النبي. والعياذ بالله من الكفر. تكلم عن إحراق الحيوان والمثلة به، يحرم إحراق الحيوان. الحيوان المقصود به وهو حي يعني عايش، إلا إذا آذى ولا يستطاع التخلص من أذاه إلا بالحرق. يعني كأن هجمت حيات كثيرة مثلا وما وجدوا سبيلا للخلاص من أذاها إلا بأن تحرق وهي حية، فجاز إحراقها. لحديث أبي داود: لا يعذب بالنار إلا ربها. هذا معناه. وقلنا انتبهوا، إذا أحرق الكافر بعد موته أحرقه جماعته أو غيرهم، ما فيه معصية، لأن الكافر لا حرمة له عند الله. والرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بجنازة يهودي أمامه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بين لماذا وقف،
قال إنما تقومون عظاما للذي معها، يعني للملائكة الذين هم يمشون مع روح الكافر وهم ملائكة العذاب، وكل الملائكة أولياء الله. فالرسول لا يقف احتراما لكافر ولا لروح كافر. لما سألوا الرسول في بعض الروايات أنه لما وقفت يا رسول الله، قال أليست نفسا، ليس معنى أليست نفسا أنا احتراما لروح اليهودية أقف لروح الكافر، لا، معناه أليست روحا، والروح إذا قبض هذا الروح عزرائيل يقبض الروح، ثم لمن يعطي الروح؟ لملائكة العذاب إن كان كافرا. هؤلاء ملائكة العذاب يمشون مع الجسد، فمر بالجنازة يعني في ملائكة، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم بالتعلم مش بالتخيل مش بالتصور، مش الواحد بيشوف منامات بيصير عالم من علماء الأمة بمجرد أن يرى مناما، لا، لأن بعض الناس يسمعون قصة أو حديثا ثم من عند أنفسهم يتصورون أشياء فيهلكون أنفسهم، ثم بعضهم قد يخرج بها إلى الناس فيهلك غيرهم. يعني هذه قصة مشهورة عند كثير من الناس، على أي وجه يرويها كثير منهم؟ على وجه يقولون فيه هم إن الرسول احتراما لهذا الشخص الميت، وهو ميت كافر، يقولون احتراما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحترم الكافر. الرسول هو علمنا، قال إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. الجعل دويبة صغيرة، حشرة صغيرة تتقوت من القذر الذي يخرج من بني آدم، الوسخ الغائط الذي يخرج من بني آدم، تدفعه بأنفها، هذا تعمله كرات تتقوت به سبحان الله. الرسول يقول هذا الذي تدفعه هذه الحشرة بأنفها خير عند الله من هؤلاء المشركين، معناه هؤلاء لا شيء عند الله، ما لهم اعتبار. يسمع من بعض المسلمين يكونون في مجلس يتكلمون عن كفار معلنين فيقولون ما في أحسن من عشرة هيدول، والعياذ بالله، كيف ما في أحسن من عشرة هيدول؟ لماذا يقولون هذا؟ أنه مثلا جاوروهم 20 سنة ولا مرة أخذوا لهم موقف السيارة، ولا مرة رفعوا صوتهم عليهم، ولا مرة مثلا ألقوا بشيء من الزبالة أمام بيتهم. هؤلاء يقال عنهم ما في أحسن من عشرتهم؟ عشرة التقي هي التي فيها اعتبار، هي اللي منيحة منقول عنها. أما هؤلاء إن لطفتهم في المعاملة الدنيوية ما عليك بأس يعني، لكن لا يقال ما في أحسن من عشرتهم. أحسن عشرة عشرة الطيبين، عشرة المتقين، هذه أحسن عشرة. بس بعض العوام يقولون هذا، بعض الناس علمناهم أن الكافر إذا مات لا يستغفر له، يعني ما نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمهم، وذكرنا لهم ما جاء في القرآن الكريم عن هذا الموضوع، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مع هذا بعد كل هذا الشرح قالوا ما فينا نستغفر له، بس فينا نترحم عليه. أحيانا بعض الناس يعني كما نقول نحن أنه بالملعقة يعطى، حتى كيف الولد نقسم له اللقمة، نسهل له حتى يمضغ، حتى يعني يكون بسهولة، يكون سائغا. فبعض الناس بيحتاجوا مثل لما تقول لقموا إياها بالملعقة. إذا بتلاحظوا الشيخ نزار رحمه الله اسمعوا دروسه يعيد العبارة، يسهلها، يضرب مثالا لذلك، لأنه عرف أن الذين يخاطبهم يحتاجون لمثل هذا ليفهموا. يعني الواحد لما يحكي مع شخص لا يجوز أن تستغفر للكافر لأن الله قال، وتذكر له الآية وتذكر ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لك أي ما فينا نستغفر له، فينا نترحم عليه. ما إذا ترحمت عليه يعني أنت تطلب من الله أن يرحم هذا الإنسان، إذا قلت الله يرحمه وقد علمت أن الله لا يرحمه بعد موته، كيف يعني كيف تتزبط؟ بده يستعمل عقله، ليس فقط يسمع ولا يدخل هذا إلى قلبه. ما معنات البيس؟ الراحة المقصود فيها الراحة، هو لا راحة له، ها
هذا الشخص. يعني لا يقال عن كافر إن مات rest in peace إنه هرب، يعني زعمه من العبارة بالعربية حتى يقول هذا، ليس له راحة، عذاب في عذاب في عذاب، وإذا بلي جسده روحه يتعذب، لا ينقطع عنهم العذاب. الله تعالى قال ولا يخفف عنهم من عذابها. أبو لهب ما حيتخفف عنه العذاب ليوم التنين ولا الثلاثة ولا الأربع ولا الخميس، لأن بعض الناس يقولون يوم التنين أعتق ثويبة، بعض الناس بيقولوا يخفف عنه، بعض الناس بيقولوا بيشرب ماي، لا بيشرب ماي ولا يخفف عنه. العباس ذكر للرسول أنه رأى رؤيا منامية، رؤيا شاف بالمنام أن أبا لهب يسقى بهذا القدر ماء يوم الاثنين لأنه أعتق ثويبة. العباس شاف منام، من وحي هذا؟ هذا ليس وحيا، أخبر الرسول أنه رأى هذه الرؤيا، ليس معناه أنه سيخفف عنه، وليس معناه أنه سيشرب ماء لا التنان ولا غير التنان. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعض ما يراه في الرؤيا ليس على ظاهره، الرسول ما الرسول عليه الصلاة والسلام رؤياه وحي، يعني لها معنى، هذا معنى وحي، فكيف بغيره إن كان من الأولياء أو دون الأولياء في المرتبة. هذا منام رآه العباس، فبعض الناس قالوا ها، لأنه أعتق ثويبة، إمتى أعتق ثويبة؟ لما ولد الرسول عليه الصلاة والسلام. شو كان هو لما ولد الرسول؟ بالجاهلية عايش هذا أبو لهب، يعبد الأصنام، مشرك هذا، يعني أعتقه تقربا إلى الله؟ لا، فرحان خيو جي ولد، هذه هي القصة، فرحان أن أخاه ولد له مولود فأعتقى، أي هذا هو، ما كانوا يدفنوا الأنثى فانبسط، هاي القصة. ليس معناه أنه سيخفف عنه لأبي لهب، لا، لا يخفف عنه ولا يغفر له ولا يستغفر له. شيخ التمثيل بالكافر حيا غير الحق، الفقهاء يقولون لا يمثل بالكفار إلا إذا مثلوا بالمسلمين، إن صارت حرب لا يجوز أن يمثل بهم إلا إذا كانوا هم مثلوا بالمسلمين. يحرم إحراق الحيوان إلا إذا آذى، ولا يستطاع التخلص من أذاه إلا بالحرق فيجوز حينئذ. ومن معاصي اليد المثلة بالحيوان، وهي تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة، يعني وهو حي يقطعه، لو كان مما يستحب قتله لا يجوز تعذيبه بذلك. خنزير يقتل، حية تقتل، لا يقطع أجزاؤه وهو حي لأنه يكون بذلك يعني يعذبه. ثم يموت إذا كان بنج ثم قطع بحيث لا يشعر ثم يموت وكان مما يستحب قتله يجوز، أما إن كان من المأكولات يكون إتلاف مال، إذا جيء بحمامة مثلا هذه كيف تؤكل إذا ذبحت، أما إذا كان فتحوها فتحوا لها بطنها لو بخدروها ثم بعد ذلك تموت بسبب هذا، هذا إتلاف مال لا يجوز. أما ذاك الذي يستحب قتله إذا بنج ثم فعل به هذا ما يسمى التشريح ليرى الطلاب ثم يموت بعد ذلك، يموت يعني لا يشعر بشيء من الألم، يجوز ذلك. شو سألتيني قبل ما بلش كنت عن شو بدك؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا رفعت الأقلام وجفت الصحف معناه الأشياء التي كتبتها الملائكة في صحائفها، الملائكة بوحي من الله بأمر من الله يكتبون في صحائفهم أشياء ينقلونها من اللوح المحفوظ، هذه الأشياء التي كتبوها والله تعالى شاء أن هذه الأشياء تصير، هذه الأشياء لن تتغير، هذا معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما كتبته الملائكة مما شاء الله أن يكون لا يتغير، فعبر عن ذلك برفعت الأقلام، يعني فرغت الملائكة من كتابتها، وجفت الصحف يعني ما شاء الله أن يكون هذا لن يتغير. فإذا قيل القلم أو الأقلام أحيانا هكذا في العربية يستعمل لفظ المفرد لإرادة الجنس، يعني المعنى واحد، أقلام الملائكة التي هم يكتبون بها في صحائفهم انتهى هذا، الله شاء أن يكون لابد أن يكون،
فعبر عن ذلك في حديث الرسول بهذا. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين نهلل.